ضحكتي. الدولة دولة بلا بالسرقة بلا فينا. القصة نفسها، النهاية نفسها، لفنانين رسموا يوما ما ابتسامة على وجوهنا في كآبة الحرب وما بعدها. أماليا أبي صالح رحلت عن 68 عاما بصمت مطلق على سريرها في مستشفى بهمن، أغمضت عينيها مرة أخيرة. بندم ليش اشتغلت وما بندم لأنه كتير ربيت أصحاب. أنا في بلدة دهور الشوير المتنية ولدت أماليا أبي صالح، ثم انتقلت مع والدها إلى بنياس في سوريا ثم إيطاليا، حيث التحقت بإحدى فرق الرقص ليبدأ بعدها مشوارها الفني. لكن العام 1964 كان مفصلياً في حياتها، فعادت إلى لبنان وبدأت رحلتها في التلفزيون الرسمي. لعل عملها مع شوشو في عدد كبير من مسرحياته مثل آخ يا بلدنا وأستاذ شوشو والدنيا دولاب شكل العلامة الفارقة في مسيرتها التي سرعان ما جعلتها من نجمات الكوميديا الأولى. كذلك عملت مع أبو سليم في برامج قدمتها لجمهور التلفزيون أبرزها نادي الهواة. لكن تبقى أعمالها مع الراحل إبراهيم مرعشلي هي الأكثر حضوراً، خصوصاً مسلسلي كابتن بوب والمعلمة والأستاذ. بونابارت يا أماليا، ما هو اسمه نابوليون بونابارت؟ عم بسألك عن مرته، شو اسمها؟ مدام بونابارت. إلى جانب أعمال كثيرة أخرى مع مجموعة من الفنانين مثل مشاركتها في الدنيا هيك. ماتت أماليا أبي صالح. لن نتحدث عن إهمال الدولة ولا عن الطريق الموحد الذي يسير فيه كل فناني لبنان نحو القبر. ماتت أماليا أبي صالح. آخ يا بلدنا.